ملوك الترند هي الفقرة اللي هنستعرض فيها أبرز ترند في الأسبوع. الأسبوع ده الترند الأبرز بالتأكيد هو مباراة بيراميدز، واللي هتكون معركة حقيقية في أرض الملعب. الصعود طبعا لدور النهائي، نهائي الكاس. الزمالك عنده تحديات كتيرة جدا في المباراة دي، وأنا بعتقد المباراة دي هتمثل صفحة جديدة لكل اللعيبة، يقدروا يسعدوا الملايين ويستعيدوا الثقة من جديد. الفارس الأبيض جاهز للانطلاق. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مواجهة قوية وصعبة تنتظر الفارس الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر. الزمالك والذي يبحث عن الحفاظ عن الكأس بعد التتويج به في الموسم الماضي أمام الأهلي في نهائي أيقوني، كان لرائعة زيزو وإمام عاشور دور البطولة في حسم اللقب للفارس الأبيض. الإمام اللي يسدد الثاني، مزيكا للزمالك، مزيكا للزمالك، مزيكا للزمالك، يا زمالك يا مدرسة، لعبوا فن وهندسة. النادي الملكي مؤخرا يمر بمرحلة من تذبذب النتائج وتراجع الأداء، وربما تكون مباراة بيراميدز هي نقطة التحول من سلسلة النتائج السلبية إلى العودة للانتصارات واستعادة الثقة والانطلاق مجددا نحو تحقيق المجد المحلي وتحقيق الثنائية والجمع بين بطولة الدوري والكأس، بالإضافة لاستعادة المجد الإفريقي والتتويج بالأميرة السمراء. مواجهة بيراميدز ستكون لها طابع خاص، مباراة ستكون نهائي مبكر لبطولة كأس مصر يخوضها الفارس الأبيض في طريقه نحو اللقب رقم 29 من البطولة المفضلة للنادي الملكي. الزمالك يلملم أوراقه ويرتب صفوفه من أجل العودة للمسار الصحيح. جلسة لعلاج الأخطاء ورفع المعنويات قادها البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع لاعبيه لفتح صفحة جديدة مع الجمهور وإسعاد الملايين من الزملكاوية والذين لا يدخرون جهدا من أجل دعم الفريق ومساندته في جميع المباريات أيا كانت النتائج. لقاء بيراميدز في كأس مصر يحمل ذكريات جميلة للفارس الأبيض، إذ جمع بين الزمالك وبيراميدز لقاء وحيد في كأس مصر قبل ذلك، وشهدت تتويج الفريق بلقب الكأس موسم 2019 بعد هزيمة بيراميدز بثلاثية نظيفة. الزمالك يمتلك الأفضلية بلا شك في مواجهة بيراميدز بشكل عام، 14 مباراة سابقة خاضها الفارس الأبيض ضد بيراميدز، وحقق الزمالك الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3، فيما خسر مباراة واحدة فقط. مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر ستكون هي الفصل الجديد للفارس الأبيض في هذا الموسم وانطلاقته نحو الحفاظ على ألقابه.